محمد ونقول له مساء الفل يا محمد. مساء النور، مساء الرضا، مساء العافية. وسيرين لا 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 وينك؟ لا لا يا سيرين، نبغى 30 حلقة. لف لف يعني أنا قلت سيرين بدأت الحلقة بغنية، بقيت أبدأ من الجهة الثانية أنا يعني. بالضبط. بقوسة. أمس أحمد سيرين كان يوم فرح مرة في السعودية، يعني خلاص صارت الأخبار الحلوة بدأت تطلع. الخميس إن شاء الله بعد بكرة في تخفيف للحظر، يوم الأحد تخفيف أكبر، و29 شوال المفروض ترجع الحياة بشكل كامل لكافة مناطق المملكة ما عدا مكة. فهذا أمس إحنا ما نمنا يعني. واليوم بدأت سيرين بأغنية عظيمة، أحمد في أعظم جنتلة في الحلقة رقم 33. ودي أسألكم صدق يعني شعوركم في هذه الحلقة الأخيرة أو في السهرة الأخيرة بعد 33 سهرة مع كل المشتركين وكل المتابعين في كل العالم العربي. احكوا لي، عبروا. Ladies first. أنا بتقول أنا كتير كنت مبسوطة فعلاً، يعني بالأول كنت كتير خايفة إنه 30 حلقة كيف بدي يكون عم بقدي هالتجربة اللي كتير جديدة علي، فوت على قلب كل بيت عربي. بصراحة أنا كتير مبسوطة بالأصدقاء وبتشكركم إنكم استقبلتوني وحبيتوني، ومن خلال السوشيال ميديا عرفت الأصدقاء الحلوة، بشكركم من قلبي. أنا أكيد مبسوط إن أنا موجود أنا وسيرين في الاستوديو ومعانا محمد من الرياض. أكيد مبسوط جدا جدا بالتجربة، مبسوط إن أنتوا سمحتوا لنا إن إحنا نخش لكم البيت كل يوم، وإن إحنا يعني على قد ما بيجيلنا على السوشيال ميديا ردود الأفعال إن كل الناس مبسوطة جدا بإن إحنا كنا يعني زي ما بيقولوا كده شيء خفيف لطيف في فترة الحجر اللي الناس كانت عايشاها، وغيرنا مود كل الناس الحمد لله رب العالمين. فبجد عايز أشكرك يا محمد، عايز أشكر سيرين، عايز أشكر كل القائمين على البرنامج، وأشكر إم بي سي أكيد. وأنا كمان بدي أقوله أنا كنت كتير مبسوطة بوجودك أحمد، كنت هيك داعم كتير قوي لقلي بأول الحلقات، كان كتير هيك يعطيني بوش قوي، وإنت وضحكتك والقمر ورياض ورمضان.